السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. جيتكم من واحد فيديو واحد فلوك، قلت نعمل معاكم نشارك معاكم هذه الخرجة اللي خرجت. هبت المعرض اللي هنايا في الفنيدق، وقلت علاش لا ما نشاركش معاكم. معايا انا بزاف ما كنزلش فيديوهات، يسمحوا لي بزاف، كنعتذر منكم. عندي الشغل وصافي، على داكشي ما كنزلش. ايوا ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ايوا هانتوما كتشوفوا هذا المعرض، فيه كل شيء، يعني فيه انتوما عارفين داكشي التقليدي. المهم في حاجه مزيونين الصراحه، اللي ما شافوا شي يجي يشوفوا. باقي هنايا قيل شي 15 يوم ولا شهر، والله ما عرفت شحال غيبقى. المهم هانتوما ان شاء الله تتبعوا فيديو من الاول حتى الاخير، وتشوفوا راه عندكم لقطه لقطه من اي حاجه فيه. المهم صناعه تقليديه، فيه القفاطن تكاشات، فيه كل شيء، فيه المنتوجات اللي بلديه، اللي بحال الزيوت بحال. المهم تبعوا من الاول حتى الاخير وتشوفوا كامل داكشي بعينكم بلا ما نقول لكم انا. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستمتعوا، ويلا نخليكم مع موسيقى وتهلاو في ريوسكم. توحشتكم بزاف بزاف، وتوحشت ننزل الفيديوهات غير الوقت اللي ما عندي شي. ان شاء الله يا ربي نشوف كيفاش ننظم الوقت ديالي باش نبقى ننزل الفيديوهات ان شاء الله. علاش لا، نعجبوني هاد هاد الشكل هادو اللي عملوهم ب شي هادو، انا فوتهم عملوهم ديك العزف ولا شنو اسمه. والله الا مزيونين وخفيفين واعرين الصراحه. يلا تهلاو في راسكم وتبعوا فيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا كل شيء ان شاء الله. يلا بسلام عليكم، خليكم مع موسيقى.